أهلا ومرحبا بكم أعزائنا المشاهدين إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي المنوع بعيدا عن السياسة. طور مهندسون في وكالة ناسا جهاز تنفس صمم خصيصا لمساعدة مرضى فيروس كورونا. تقول وكالة الفضاء إن النظام الجديد تم إنشاؤه في غضون 37 يوما فقط، واجتاز اختبارات طبية حرجة، إذ تم تصميمه ليكون أكثر مرونة وأسهل في الصيانة، ويمكن استخدامه بشكل أكثر فعالية في المستشفيات الميدانية التي يتم إنشاؤها حاليا في مراكز المؤتمرات والفنادق في جميع أنحاء العالم. أعلنت شركة إيهانغ الصينية الرائدة عالمياً في مجال منصات تكنولوجيا المركبات الجوية عن عزمها على بناء أول منفذ إلكتروني لخدمات الطائرات من دون طيار في العالم. تتضمن الخطة تسليم 20 طائرة للركاب ذات مقعدين سيتم استخدامها في مشاهدة المعالم من الجو. يتكون مبنى المحطة الإلكترونية من 3 طوابق تغطي مساحة 2500 متر مربع، وتشتمل على قاعة استقبال ومنطقة انتظار للركاب ومنطقة مغادرة ووصول. في ظل تفشي فيروس كورونا وتطبيق إجراءات العزل الاجتماعي الذي حول أكثر المدن اكتظاظاً حول العالم إلى مدن أشباح، يعيش سكان جزيرة مادة التركية في عزلة طبيعية تحميهم من الفيروس. وتقع جزيرة مادة في بحيرة بيك شهر بولاية إسبرطة جنوب غربي تركيا، وتحتوي على نحو 30 منزلاً يعيش فيها 180 شخصاً يستخدمون القوارب كوسيلة نقل عند التوجه إلى الجزيرة أو مغادرتها. بدأ 1000 متطوع من أعضاء الاتحاد التركي للدراجات النارية العمل لتلبية حاجات المواطنين المتضررين من تفشي فيروس كورونا والمصابين بأمراض مزمنة والمحتاجين، وذلك بعد تقييد خروجهم من المنازل ضمن تدابير مكافحة الفيروس. وقال والي أنقرة واصب شاهين إن هدفنا حالياً هو تقديم الدعم لمواطنينا ودولتنا في مكافحة الفيروس. انطلق الباحث المغربي كمال قاسمي وهو أستاذ إلكترونيك في المدرسة العليا للتكنولوجيا في البحث عبر شبكة الإنترنت عن أفكار ذات أثر في مواجهة فيروس كورونا، فحول هو وزميله جمال اليوسفي مختبراً للبحث إلى وحدة لتصنيع الكمامات وأدوات أخرى واقية، وكل ما يصنعه هؤلاء الباحثون حالياً موجه حصراً لدعم الأطقم الطبية العاملة في محافظات المنطقة الشرقية من المغرب، ويعملان أيضاً على فكرة تصنيع جهاز للتنفس. تمكن الفلاح التركي عبد القادر أوزجلبي الذي يمتلك كشكاً لبيع الفاكهة من قراءة 1000 كتاب خلال الفترة التي يقضيها في انتظار الزبائن. الخمسيني عبد القادر أنهى خلال 5 إلى 6 سنوات قراءة نحو 1000 كتاب أثناء مكوثه في محل البقالة بولاية كونيا، إذ يقضي معظم يومه بقراءة الكتب التي أكسبته قدرة مميزة على إقامة علاقات قوية مع الزبائن، وفتحت له آفاقاً جديدة في فهم العالم، فضلاً عن الاستمتاع بالوقت وتعلم أشياء مفيدة. تحول مسجد في مدينة إسطنبول إلى مصدر مجاني للاحتياجات، وذلك بهدف مساعدة الفقراء في ظل جائحة كورونا. وأقام مسجد ديديمان في إسطنبول زاوية خيرية في داخل البناء لتزويد العوائل المحتاجة بالسلع الأساسية. يقول إمام المسجد: لقد تعرفنا بالفعل على المحتاجين وزرنا منازلهم لنلبي بعض احتياجاتهم، وبعد تفشي كورونا قررنا تقديم مساعدة أكثر شمولاً تحت شعار من يملك يقدم ومن يحتاج يأخذ.
يرجى من مشاهدي قناة الرافدين الفضائية استقبال بث القناة على مدار القمر نايل سات وفق التردد 1-2-3-8-0 أفقي. تشتهر منطقة سيدة سياحية بمدينة أنطاليا التركية المطلة على البحر الأبيض المتوسط بمتحف نادر تحت الماء يقدم لزواره من هواة الغوص رحلة أسطورية في أعماق المياه الزرقاء. افتتح هذا المتحف عام 2015 وزاره نحو 50,000 شخص من مختلف أنحاء العالم، ويعد الأول من نوعه في تركيا والثاني على مستوى العالم من حيث عدد المعروضات والتماثيل التي تجسد وتحكي الكثير عن قصص حضارة الأناضول. يقع المتحف على بعد 1.5 ميل البحري قبالة سواحل منطقة سيدة، وذلك على أعماق تتراوح ما بين 11 و18 و24 مترا. أحمد جنايدن أحد مؤسسي المتحف قال إننا نهدف للمساهمة في تعزيز ثقافة السياحة تحت الماء، فمنطقة سيدة يزورها سنويا نحو 5 ملايين سائح من دول مختلفة حول العالم، لذا قررنا تطوير مشروع يخدم السياحة والسياح في مدينتنا، وقمنا بتأمين عملية إنتاج ونحت لجزء من التماثيل المعروضة في المتحف التي يبلغ عددها نحو 117 تمثالا تجسد حرب الدردنيل والاستقلال وخريطة تركيا، بالإضافة إلى الموروثات الشعبية والمناسبات المهمة في تركيا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد بكم اللقاء وحلقة جديدة من حلقات الأمراض التي تخص العظام. كثير من الناس اللي بيترددوا على عيادة العظام بيجيب شكوى، والله جسمي كله أو عضلات جسمي كلها بتنقح علي، أو حاسس والله عظمي كله بضرب علي، يعني جسمه بالكامل. مفاصلي يا دكتور والله بتألمني، مفاصل إيدي رجلي راسي رقبتي أسفل ظهري. لما يجيني مريض بالشكل هذا على طول مباشرة أنا بأشك أنه يكون عنده نقص في فيتامين دال، وأيضا كمان ممكن يكون عنده نقص في فيتامين B12. طيب هالأشياء هذه كيف بنعرف؟ على طول مباشرة بنعمل تحليل بنجد أنه مثلا نقص في فيتامين دال. طيب ما هو العلاج؟ يعني في أكل أو مأكولات كثيرة فيها فيتامين دال، لكن هل هو يصل إلى الكمية الكافية لأجل أنه والله يعوض تعويض المريض بحيث أنه يتماثل إلى الشفاء؟ أنا بقولكم ما زال لحد الآن لا يصل إلى مستوى الشمس الطبيعية، خاصة في بداية النهار اللي هي موجود فيها ما يسمى بالألترا فيولت ريز، اللي هو أشعة فوق البنفسجية أو الأشعة اللي فوق البنفسجية اللي على طول مباشرة تسقط مباشر على الجلد وبتحفز فيتامين دال الغير نشط اللي موجود تحت الجلد بحيث يبدأ نشط، ومن ثم يدخل في عملية أيض الكالسيوم، أي الاستفادة من كميات الكالسيوم اللي موجودة في داخل الجسم، بحيث والله لأنه الكالسيوم مهم للعضلات والعظام والأعصاب. عشان هيك المريض بيجيني بيقول لي والله ما جسمي كله حاسه بآلمني، عضلاتي كلها بتنجح علي، عظمي كله حاسه أنه في ألم، مفاصلي كلها بتضايقني. ليش؟ لأنه إيش بيخش في كل هالأشياء هذه في العضلات والعظام والأعصاب. فلذلك الحل المباشر تعرض المريض إلى الشمس، وخاصة الشمس الصباحية إلى الساعة 12 الظهر، لأنه بعدها لن يستفيد من أشعة الشمس. طيب لنفترض المريض بتعرضش، وغالب الناس للأسف الشديد بتظل من الساعة 7 الصبح في العمل إلى الساعة 7 مساء. طب شو الحل؟ الحل انه نعطي دواء اللي هو ما يسمى بفيتامين D3، هذا هو في الحبوب وفي الأمبولات أو الإبر. الإبر ممكن أنه يأخذها في العضل وممكن أنه يكسرها ويشربها. طبعا الجرعة الأولية لما يكون عنده نقص في فيتامين دال، الجرعات الأولية عبارة عن 6 إبر، كل أسبوعين بضرب إبرة في العضل. هذا أولا. ومن ثم بعد 3 شهور الأولى من العلاج وأخذ الدواء بصير كل شهر يأخذ أمبول، تمام. وبالنسبة لفيتامين B12 أيضا يعوض بالأمبولات B12 أو فيتامينات B المركبة، سواء B1 B6 B12، هذه كلها مهمة وخاصة للأعصاب. فلذلك تعطى في العضل كل يوم أو كل يومين فترة أسبوعين أو 3 أسابيع إلى أن يتماثل المريض إلى الشفاء. وجزاكم الله كل خير.